شيء تاني أحبائي، المسيح هو الذي يأتي ويؤسس ملكوت جديد، وهذا الملكوت أحبائي ملكوت روحي، مش ملكوت سياسي ولا ملكوت أرضي، لأنه مكتوب لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل بر وفرح وسلام في الروح. هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا ومخلصا على حياتك، وعندما يأتي ثانية سوف يملك على الأرض، وسوف يملك بالبر والعدل والسلام، وليكون لملكوته لا انقضاء ولا انتهاء بحسب نبوة دانيال النبي. فإذا يؤسس ملكوت جديد، وأن هذا الشخص الذي يأتي المسيح مؤيد من الله، معين من الله، مختار من الله، وهذه كلها قيلت عن يسوع المسيح مش عن أي شخص آخر. ولاحظ عنده سلطان خارق على كل شيء، وإن شاء الله في حلقة أخرى بنتكلم عن هذا السلطان. المسيح قال العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون وهكذا أحبائي والمساكين يبشرون. وبعدين واحدة من مواصفاته مش بس بيفتح العيون لكن يخرج الشياطين، يعني تصور انه حتى الأنبياء بتشتكي من سلطان الشيطان، لكن المسيح كان عنده سلطان أن يخرج الشياطين، حتى كانت تستأذن من يسوع المسيح، وهذا السلطان مخول فقط للمسيح. فإذا أحباء المسيح يخرج الشياطين.